بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك يا أخ عمر. نود أن تسمعنا في السؤال الأول من قول الله تعالى من سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحسنت يا عمر، بارك الله فيك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، صوت جميل.